نروح بس لارض الملعب وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. جديد ده بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه لقاء الاهلي وطلائع الجيش وفوز النادي الاهلي فوز غالي في الدقيقه 90 على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. ماتش صعب، ماتش لم يحسم الا مع الدقايق الاخيره، لكن هي دي دايما المواقف اللي بنتعلم منها والمواقف اللي بنحكيها الجيل بعد جيل. طبعا تحياتي كابتن ايمن وكابتن شريف وكابتن اسامه عرابي وكابتن عادل وكابتن اسامه حسني. المباراه زي ما انت قلت صعبه جدا، يعني صعوبتها طبعا بعد الخساره اللي احنا عملناها في ماتش سيمبا. كنا لعبنا تحت ضغط يعني، لكن الحمد لله اللعيبه الحمد لله قدرت في كالعاده يعني في الدقائق الاخيره ان احنا نحسم المباراه. بشكرهم طبعا على الجهد دوت. الحمد لله كنا محتاجين الفوز ده جدا جدا يعني معنويا. اعتقد اللعيبه كانت محتاجه جدا يعني ترجع الثقه تاني في نفسهم وترجع تاني نبدا الطريق جديد تاني بالنسبه لنا. اعتقد الحمد لله مكسب مهم، بهنيهم وبهني جمهور الاهلي. كابتن سامي واضح ان اللعيبه لسه متاثره بالفعل من بهزيمه سيمبا، يعني حتى بدايه دخولك للقاء كان لسه في تاثر بنتيجه المباراه. اعتقد ان اللعيبه كانت متاثره جدا بهذا الهزيمه الاخيره امام فريق سيمبا. انا قلت لك اللي احنا كنا محتاجين فوز دوت زي ما انت قلت، اللعيبه متاثره شويه، لكن الحمد لله مع مرور المباراه الحمد لله اعتقد اللعيبه كانت عندها شخصيه وقدرت تفرد شخصيتها على الفرقه وعلى المباراه. اعتقد الحمد لله الحمد لله حققوا نتيجه مهمه جدا وغاليه جدا يعني. وخلينا نتفق برضو ان كل المباريات صعبه جدا يعني. فرقه الجيش فرقه عملت ماتش كبير جدا يعني، ترتيبها في الجدول كان مهم جدا انها عاوزه تكسب على الاقل نقطه يعني، لانها في موقف صعب جدا يعني، بيقاتلوا بيلعبوا تكتل دفاعي منظم. واعتقد حتى التغييرات اللي هم عملوها برضو معظمها دفاعيه. اعتقد الحمد لله اللي احنا استغلنا دوت اللي احنا دفعنا برضو بكل النواحي الهجوميه اللي عندنا وقدرنا الحمد لله نحسم المباراه. عملت الجهاز الفني عمل مجازفه في الشوط الثاني بخروج حمدي فتحي، وكان لازم ان انا اجازف ولازم ان انا بدور على الثلاث نقاط، اعتقد اتت ثمارها في الدقيقه الاخيره. الحمد لله يمكن احنا برضه عملناها في مباراه قبل كده والراجل بيشتغلها في التمرين. اعتقد الحمد لله اللعيبه ادتها كويس يعني، وكان طبيعي اللي يبقى عليك فرص لانك انت بتعمل ريسك يعني، تفضي نص الملعب وبتعمل اتاك لكل اللعيبه اللي موجوده. واعتقد الحمد لله اعتقد ان فريق النادي الاهلي ما ينفعش تعمل كده يعني. واعتقد الحمد لله الراجل عملها كويس وقدرنا الحمد لله نحسم المباراه الحمد لله. النهارده مباراه كبيره من اجاي، مباراه كبيره من الشناوي، واعتقد ان في تصدي للشناوي قبل الهدف بلحظات، اعتقد هو دي من نقاط اللقطات المؤثره في المباراه. لكن انا عايز اتكلم على اجاي النهارده واللي اتوظف في اكتر من مكان في الملعب وكان واحد من نجوم المباراه الا ما كان هو نجم المباراه الاول. خلينا برضو زي ما انت قلت برضو الشناوي عمل انقاذ مهم جدا في توقيت مهم جدا يعني. ممكن الفرق الكبيره دايما يبقى لازم يكون عندها حارس كبير زي الشناوي. اعتقد الحمد لله احنا محظوظين ان احنا عندنا حارس زي الشناوي. اجاي عامل مباراه مهمه جدا، وزي ما انت قلت لعب في كذا مركز، قدر يحسم المباراه، استغل الفرص اللي جات له بشكل كويس. اعتقد الحمد لله لعيب بالنسبه لنا مهمه جدا، والنهارده الحمد لله اثبت كده الحمد لله. الجلسه اللي جمعت ما بين الكابتن الخطيب ولجنه التخطيط مع الجهاز الفني اعتقد اكيد ليها بعض الامور الفنيه للمرحله القادمه، وانت عارف ان في النادي الاهلي طموحنا طبعا البطوله الافريقيه، الدوري، كل البطولات اللي احنا موجودين فيها مطالبين بيها. طبعا كالعاده الكابتن دايما يعني معانا في ظهرنا في كل الاوقات اللي احنا بنمر بيها يعني، سواء مكسب او خساره او اي وقت يعني من الاوقات. دايما الحمد لله الكابتن موجود معانا، وكابتن محسن وكابتن زكريا دايما معانا. وزي ما انت قلت كانت جلسه مهمه جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للجهاز وبالنسبه للعيبه. اعتقد اللعيبه اتعهدوا واحنا كجهاز برضه نفس القصه اللي احنا نبدا تاني من جديد ان شاء الله بطموح كبير وبدايه جديده ان شاء الله للبطولات اللي جايه ان شاء الله. اعتقد الحمد لله ان النهارده عشان كده كنت بقول لك وبكررها تاني اللي احنا كنا محتاجين جدا الفوز دوت. واعتقد الحمد لله اللي هو جه في توقيت مهم بالنسبه لنا، رجوع ثقه لينا تاني ورجوع ثقه اللعيبه ولجمهورنا تاني. واعتقد ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله بالنسبه لنا هتبقى افضل ان شاء الله. كابتن سامي انت قريب من نبض الجمهور وقريب جدا من انطباعات الجمهور، يعني عايز اقول لك برضو بصوت الجمهور، الجمهور كان زعلان شويه من الاداء في المباراه الاخيره امام سيمبا. يعني بغض النظر عن الطقس والظروف اللي كانت في المباراه والوجود الجماهيري الصعبه، لكن انت بلسان الجمهور بيقول لك الجمهور كان زعلان شويه. طبعا وده حقه طبعا، واحنا بنعترف اللي كان فيه اخطاء وده طبيعي يعني. انت بتلعب كره قدم ووارد جدا ان انت تكون مش موفق يعني في كل عناصر اللعبه يعني، نواحي فنيه، جهاز فني، لعيبه، الظروف اللي بتحصل يعني. وانت عارف النادي الاهلي دايما ما بيحبش يجيب مبررات، لكن احنا بدانا بانفسنا والراجل دايما اتكلم في النقطه ديت اللي احنا عندنا اخطاء نحاول نعالجها. نفس القصه اللعيبه، نفس القصه اي حد في المنظومه لازم يرجع تاني للاول. وطبعا دي طبيعه الكوره اللي انت لازم تحترمها في كل الاوقات.
اوقات لازم تحترمها وانت بتكسب وانت بتخسر، حتى لو انت عملت اخطاء لازم تعترف بيها عشان ترجع اقوى تاني. واعتقد الحمد لله ان احنا ان شاء الله اعتقد ان احنا استغلينا برضو الحاجات اللي احنا السلبيه اللي احنا عملناها، وان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله تكون الامور كلها ايجابيه بالنسبه لنا ان شاء الله. اخيرا الفتره الجايه مباراه فيتا كلوب مباراه صعبه جدا، اعتقد النهارده ثقه كبيره جدا بتعود للعيبه بالفوز في الدقائق الاخيره، شايف المرحله اللي جايه ازاي ومباراه فيتا كلوب؟ مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا طبعا في البطوله يعني، وانت عارف الماتشات الافريقيه كلها صعبه، المجموعه معقده جدا، مجموعه صعبه جدا بالنسبه لنا، لكن احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لاعبتنا، وعندنا ثقه كبيره جدا ان شاء الله ان هم يادوا اداء مرضي ليهم والجمهورهم برده نفس القصه. وانت عاوز افكر برده الناس اللي احنا السنه اللي فاتت برده في بدايتنا في دوري المجموعات، يمكن احنا حصلنا انكسار في النجم الساحلي وبعد كده رجعنا هنا كسبنا الهلال، وبعد كده طلعنا بلاتينو وتعادلنا، وبعد كده رجعنا كسبنا تونيوم وطلعنا الهلال اللي تعادلنا ورجعنا كسبنا. فاعتقد الحمد لله ان 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 الحمد لله اللي بتيجي في الاول عشان ناخد خبرات وناخد عزه اكتر، وان شاء الله ان شاء الله احنا بنوعي جمهورنا الفتره الجايه ان شاء الله نكون امور ان شاء الله بشكل ان شاء الله افضل ان شاء الله. اخيرا عايز اخد منك كلمه بقى من القلب للجماهير، تقول ايه للجماهير؟ انا عارف طبعا ان انتوا زعلانين جدا ومقدر جدا ومقدرين جدا كلنا جدا من اول الكابتن لينا كجهاز للعيبه، واحنا انتوا دايما بعد ربنا سند لينا، ويمكن انا حابب ان انتوا دايما تبقوا في ظهرنا خصوصا احنا بنبقى محتاجينكم في الاوقات اللي الصعبه اللي احنا مرينا بيهم الماتش اللي فات يعني، بنعتذر لكم طبعا، ونتمنى ان شاء الله تكونوا في ظهرنا كالعاده وتكونوا مؤازرين لينا في كل الاوقات ان شاء الله، واحنا ان شاء الله مش هنخذلكم وهنعمل اقصى جهد لينا، وان شاء الله دايما النادي الاهلي يكون رقم واحد. شكرك كابتن سامي. شكرا. كابتن ايمن، اعتقد الرساله في غايه الاهميه من الكابتن سامي قمصان لجماهير النادي الاهلي، طبعا عندنا اخطاء وبنعترف بالاخطاء اللي كانت عندنا في المباراه الاخيره، لكن عايزين جمهورنا زي ما احنا متعودين دايما ان جمهورنا يكون في صفنا، ان شاء الله هنحقق كل طموحات وامال الجماهير خلال الفتره القادمه. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. احنا زي ما تعودنا طول عمرنا في النادي الاهلي، الجمهور ورانا ورانا، الجمهور معانا معانا، الجمهور هو اللعيب نمرة واحد، الجمهور هو الأصل، وإحنا اللي بنيجي بعديه.